محاولة قطر تشويه مصر مستمرة. قطر ترصد ميزانية ضخمة لتمويل منظمة هيومان رايتس ووتش. استمرارا لمحاولات النظام القطري لاستخدام المال والرشاوة لتحسين صورته في المجتمع الدولي بعد أكثر من فضيحة تكشف تمويل النظام لتنظيمات متطرفة في أماكن مختلفة من العالم، رصد النظام القطري مبالغ هائلة لتمويل منظمة هيومان رايتس ووتش لتبني الدفاع عنه عن جماعة الإخوان الإرهابية، وفي الوقت نفسه استخدام المنظمة الدولية في الهجوم ضد دول الرباع العربي المقاطعة لتنظيم الحمدين. وكشفت جمعية شباب الصحفيين المصرية أن تميم بن حمد أمر رجاله بتنظيم حملات منظمة ضد النظام المصري خلال الفترة القادمة، وتتبناها المنظمة المشبوهة تحديدا حول قضايا مختلفة، على سبيل المثال الاختفاء القسري وتردي أوضاع السجون في تقارير رسمية لها، على أن تكون تلك التقارير مدفوعة الأجر من جانب النظام القطري لتصدير صورة كاذبة عن الأوضاع في دول الرباعي العربي. وأكدت أن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية مسؤولة عن توصيل الأموال للمنظمة التي نجحوا في اختراقها منذ فترة طويلة، بعد أن قام نائب المرشد العام الهارب إبراهيم منير في زرع عدة عناصر تابعة للجماعة في الهيكل الإداري للمنظمة، أبرزهم المصرية سلمى عبد الغفار والتي يعتبر أبوها أشرف عبد الغفار أحد قيادات الجماعة الإرهابية في مصر، وكان مسجونا وأخرجه الرئيس السابق الراحل لمصر محمد مرسي بعفو رئاسي، وتم تهريبه خارج جمهورية مصر العربية. كما كشف تقرير أعدته شبكة قطر ليكس المعارضة عن تفاصيل المؤامرات القطرية ضد مصر خلال الفترة الماضية، حيث حمل عنوان عام 2019 شاهد على تآمر قطر ضد مصر، متضمنا سردا لأبرز المواقف التي ساندت فيها قطر الإخوان ضد مصر وتبنت مواقفهم، بالإضافة إلى دعمها للعمليات الإرهابية. وأشار إلى أن قطر تبنت رواية الإخوان عن الأحداث في مصر بعد الإطاحة بالإخوان الراحل محمد مرسي من السلطة، وتناست أن الرئيس المصري منتخب بأصوات المصريين. كما لفت إلى أن الأبواق الإعلامية لقطر أنكرت الخطة الاقتصادية الإصلاحية التي قام بها النظام في مصر. وأوضح التقرير أن قطر تورطت في تزييف أرقام وحقائق عن التقدم الاقتصادي في مصر، كما سعت بكل الطرق لتشويه المشروعات القومية وتجنيد وجوه فاسدة وإرهابية لمهاجمة مصر. وأشار التقرير إلى أن قطر حاولت دفع مبالغ مالية للفقراء من خلال قنواتها وآليتها الإعلامية لتشويه الواقع الاقتصادي، كما اتهم التقرير الحكومة القطرية بتمويل العمليات الإرهابية في سيناء. وكانت دول الرباعي العربي اتخذت قرارا في يونيو 2017 بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع النظام القطري، مطالبة إياه بالتراجع عن ممارساته وسياساته تجاه المنطقة بأكملها بشكل يهدد أمنها القومي.